مؤخرا انتشرت مجموعة من أشرطة الفيديو لقطط تفزع عند رؤيتها لثمرة الخيار خلفها والتي توضع أثناء انشغال القطط بتناول طعامها، فما السر في خوف القطط الشديد من الخيار؟ وهل الخوف متعلق بالخيار فقط أم أنها تخاف من أنواع أخرى من الثمار والخضار لأسباب مختلفة؟ درس العلماء والخبراء في سلوك الحيوانات سلوك القطط بعد انتشار المقاطع المختلفة على اليوتيوب ورد فعل القطط على وجود الثمرة خلفهم، ويرى الخبراء أن السبب المرجح لهذا الخوف هو سيطرة عنصر المفاجأة على الموقف، فالقطط بعادتها تقوم بدراسة المكان المتواجدة فيه، ووضع الخيار أثناء انشغال القطة بالأكل يثير فيها الفزع عند ملاحظة كائن جديد غير متوقع. ويرجح اختصاصيون في سلوك الحيوان نظرية أخرى، وهي اعتقاد القط أن الخيار هو ثعبان قاتل أو حيوان مفترس، الأمر الذي يدفعه للهلع والفزع. كما أن تقارير صدرت من ناشونال جيوغرافيك تؤكد أن رد فعل القطط على وجود ثمرة خيار خلفهم أقرب للجنون بفعل اقتحام منطقة الراحة للقط. فالقط قبل تناول طعامه يدرس المكان المحيط به ليطمئن أثناء الأكل، وإقلاق القط عبر وضع كائن لم يكن موجود في المنطقة الأمان يثير لديه الفزع والخوف ويتصرف بطريقة أقرب للجنون، قد تؤدي لإيذاء نفسه وإيذاء الآخرين، وقد تستمر حالة الهستيريا لدى القط لعدة أيام. أما بالنسبة للسؤال الأهم، فهل الخيار فقط ما يثير فزع القط؟ فالإجابة بسيطة، فأي كائن مفاجئ تدخله إلى منطقة الأمان للقط سيثير به الفزع لو شاهده للمرة الأولى حوله، على الرغم من أن ثمرة الخيار الأشد رعبا على القط لظنه أنها ثعبان غادر، إلا أن ردة فعل القطط ستكون متشابهة لو وضعت أي لعبة غريبة لم يراها من قبل أو ثمرة غريبة عليه، وسيصاب بنفس الحالة العصبية. لذلك لو أردت إعطاء قطك لعبة جديدة ليلعب بها، حاول أن تدخلها لعالمه بهدوء وتسلسل، وتجنب أن تصدمه بها دفعة واحدة لكي لا يصاب قطك بالفزع.